السلام عليكم متابعينا الأوفياء. النهاردة هنبتدي سلسلة مختلفة حبة عن اللي احنا متعودين عليه. وقبل ما نبتدي هقولك على كم حاجة كده تعملهم علشان تتخيل معايا ايه اللي حصل. مش بس تكون بتسمع حكاية كده وخلاص، ده انت هتحس انك عايش جواه بأدق التفاصيل اللي ممكن تتخيلها. افصل شوية عن العالم الخارجي بكل حاجة فيه، ويا سلام لو انت عملت التليفون وضع الطيران وحطيت سماعاتك الجميلة وانت في قطتك الهادية مع نفسك كده. ويلا مع بعض نعيش المغامرة اللي معانا النهاردة. الحكاية ابتدت مع صديق ليا كان متعلق جدا بوالده. كان بالنسبة لي مش أب عادي كده وخلاص، لا ده كان كل حاجة بالنسبة لي، كل حاجة حلوة ممكن تتخيلها أو تيجي على بالك، من حنان وعطف ودلع وحب ورعاية واهتمام. أب مثالي وقدوة لأولاده ومش مستني أي مقابل منهم. وسط كل الحاجات الحلوة والقصة الجميلة دي كلها، الأب كان سايق عربية الشغل عادي زي ما هو متعود كل يوم. ووسط مشاكل الدنيا والحمل الكبير اللي هو محطوط فيه، كان ماشي بسرعة كبيرة وبيفكر في حاجات كتيرة بتدور جوا دماغه، في الأسرة اللي مسؤول عنها ومطلوب منه يرعاها وينفذ طلباتها، مع ضغوطات الشغل والمشاكل الروتينية المملة اللي بتحصل دايما. سرح كده بخياله مستقبل كويس ليه ولأولاده، وإنه حقق ليهم كل اللي نفسهم فيه وبيحلموا بيه. ومع الحلم الجميل اللي الأب بيحلم ومستمتع بيه، كان في مفاجأة من الواقع ما كانش عامل حسابها ولا كان مستعد إنها ممكن تحصل ليه في الوقت ده بالذات. اتفاجأ العربية اللي كان سايقها بسرعة كبيرة وقاعد مستمتع بالحلم الجميل ومن غير أي إنذار ولا أي تنبيه يذكر، عربية كانت ماشية معاكس ليه عملت معاه حادثة عنيفة قوي. والأسف الشديد الأب نزف كتير، وعلى مراحل المستشفى كان الأوان فات خلاص، والأب فارق الحياة بكل أحلامه الجميلة. ابنه كان متعود يقرأ رواياته وبيشرب البيبسي اللي بيحبه وبيسمع أم كلثوم وينسى الحياة كل يوم ولو لفترة صغيرة من الزمن. وفي يوم وهو قاعد عادي زي ما هو متعود كل يوم، فجأة جات له مكالمة من رقم غريب وعمل نفسه مش شايف التليفون. ولما الرقم فضل يرن كتير لحد ما زوق منه، رد على التليفون بمنتهى البراءة اللي في الدنيا، واحد بيقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد الابن عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال له أنا جبت رقمك من تليفون والدك وعنده عربية رقمها كذا ولونها كذا. هنا الابن وشه اتخطف وضربات قلبه بدأت تزيد وإيده بترتعش، حس بأن في حاجة حصلت لوالده وعربية الشغل اللي معاه. وبعد ثواني لقى صوت متردد إنه يتكلم، هو عاوز يقول حاجة بس مش عارف يبدأ منين بالظبط. بعد شوية تفكير علشان الصدمة ما تكونش كبيرة، قال له احنا في الدنيا دي مجرد رحلة وهتنتهي مهما طالت أو قصرت، هنأدي المهمة اللي احنا جايين علشانها ونرجع تاني للي خلقنا. ووالدك أدى مهمته في الحياة خلاص الحمد لله، وراح للي أحسن مني ومنك ومن الكل، راح للي خلقه يا ابني، ربنا يصبرك انت وأهلك وإن شاء الله نكون معاه في الفردوس الأعلى. هنا الابن سكت ومش عارف يتكلم ولا ينطق خالص، ضربات قلبه قلت وكأنها وقفت تماما، هدوء وسكون من الطرفين محدش عارف يتكلم يقول ايه. بعد الأحلام الجميلة اللي كان بيرسمها وعايز يحققها والخطط اللي كانوا رسمينها إنهم يلفوا العالم كله مع بعض، كل ده انتهى في مكالمة تليفون واحدة. الابن كان مصدوم وما كانش عارف يتصرف بعد ما قفل المكالمة، بلغ أهله من الصدمة ما كانوش مصدقين اللي حصل ولا كانوا متوقعين إن ده ممكن يحصل في الوقت ده. راح مع أهله الوالده للمستشفى بعد ما الراجل قال له على مكانها، ولما وصل خدوه هو وأهله علشان يتعرفوا على الجثة ويأكدوا هوية المتوفي. جالهم وقتها أمل إن ممكن ما يكونش أبوهم فعلا، وكل اللي سمعوه ده كان مجرد غلطة حصلت عن طريق الصدفة، وهم نازلين السلم خطوة بخطوة ببطء كأنهم مش ماشيين، رجليهم مش قادرة تشتلهم ولا قادرين إنهم يتحركوا أساسا. بعد ما وصلوا للمشرحة ودخلوا من الباب علشان يشوفوا الجثة ويتعرفوا عليها، أول ما فتحوا المشرحة وطلعوا الجثة وشالوا الغطا اللي كان على وشه، كلهم انهاروا ومحدش فيهم قدر إنه يبص ويتعرف عليه كويس، إلا ابنه اللي مسك نفسه بالعافية من الانهيار قدامه، لأنه كان وعده إنه معاه عمره ما يتكسر ولا ينهزم ولا يستسلم، بالرغم إنه عارف إن دي آخر مرة يشوفوا فيها في رحلة الدنيا خلاص،
بس كان متمسك بوعده لي انه عمره ما يضعف ابدا وهم مع بعض. وبعد ما خلصوا اجراءات الدفن ومشوا كلهم من المستشفى وركبوا عربية الاسعاف معاه ورايحين يدفنوا الاب، وهم مطمنين كتر خيره خلص مهمته في الدنيا ورايح مكان احسن، كان الكل منهار ومش قادرين يكملوا من غيره. واول ما وصلوا دخلوه صلوا على الجنازة وسط انهيار كل اللي كانوا موجودين. بعد ما خلصوا صلاة وخارجين رايحين المقابر علشان يدفنوه، وهم ماشيين في الطريق الكل كان تايه وكأنهم في عالم تاني، مش مصدقين اللي كان معهم في كل لحظة فرح وحزن، اللي كان معهم في كل موقف بيحصل ليهم حرفيا، وكانوا بيلجأوا ليه في كل موقف بيحصل معهم وبيتسندوا عليه مهما الدنيا جت عليهم. خلاص مشي وما عادش ليه وجود ولا هيشوفوه تاني، خلاص دفنوا الأب مع مشاعر الحزن والفراق اللي مسيطر عليهم ومش قادرين يستوعبوا الصدمة ولا يعدوا الموقف بسهولة. ولما رجعوا البيت كلهم بدأوا يفتكروا الذكريات اللي موجودة في كل ركن من البيت، بيفتكروا ضحكته اللي على وشه دايما وهزاره معاهم طول الوقت، حتى في وقت زعله كان حنين قوي بيخاف عليهم جدا. البيت ملوش طعم من غيره ولا عارفين يعيشوا فيه وهو مش موجود، ريحته لسه بيشموها في الهدوم بتاعته، ولا صورته الكبيرة اللي في الصالة اللي بيشوفوها وهم رايحين وجايين. اليوم الأول كان صعب بكل تفصيلة حصلت فيه، كان يوم تقيل قوي ومفيش حاجة ليها طعم من غيره، وعدى من غير نوم ولا حد فيهم مرتاح ولا رايح دماغه من كتر التفكير. بدأ يوم ورا التاني يعدي وبدأ البيت يتأقلم إلى حد ما مع الموقف الجديد اللي حاصل، بس صاحبنا ما قدرش من الصدمة انه يبطل تفكير ولا يعدي اللي حصل بالساهل، كان دايما شايل الهم لانه الكبير والمسؤولية كبرت عليه، وكان طول الوقت حابس نفسه في اوضته وقافل عليه النور، قاعد بيعيط في وسط اوضته الضلمة مش قادر يتخطى الموقف. يوم بيعدي ورا التاني وهو على نفس الحال كل يوم، بيخرج يضحك ويهزر ويهون على اهله ويمارس حياته قدامهم عادي، وهو من جواه اصبح جسد بلا روح مش قادر يستوعب اللي حصل. فضل على وضع عياط كل يوم في الضلمة لحد ما عادش قادر انه يضحك تاني. وفي يوم من كتر عياطه في الضلمة والقهرة اللي هو فيها، حب انه يشوف اللي تحت الارض انه يلمسه حاجة خفيفة كده علشان خاطر يبطل عياط في الضلمة ويغمى عليه من وقت للتاني، ما يكونش فاضي للي هو بيعمله ويبطل يأذي نفسه، حتى ده برضه ما كانش مانع انه يرجع للي بيعمله كل يوم. اي نعم هو اذى نفسه بنفسه وعارف كده، وبرضه فضل مكمل وبيعاند وبيكابر في الغلط اللي بيعمله، وصايب على حد في يوم من الايام من كتر الحزن اللي ملا قلبه وبان على ملامحه، وعرفه على شخص كان اسوأ حاجه حصلت ليه في حياته. كلنا عارفين ان السحر والحسد والحقد والغيره مذكورين وفي ادله على كده كتير، بس اغرب واسوأ حاجه هتشوفها في حياتك بامانه يعني انك تلاقي حد بيدعي انه بيساعد الناس وبيخفف عنهم الالم وهو الاساس في اذيتهم وانهم يعانوا يوصلوا للي هم فيه. لما صاحبنا راح للشخص اللي المفروض ان هيعالجه من اللي هو فيه، بعد ما حكى وسمع منه واقنعه انه هيخفف عنه اللي هو فيه، عرف يضحك عليه ويوصل للي هو عاوزه بكل سهوله من غير اي مجهود. طيب هو ليه بنقول الضحك عليه وعرفنا منين اساسا موضوع النصب ده؟ صديق لي راح لواحد ابن حلال من الناس اللي بتحب الخير، واول ما دخل عليه قال له انا جاي لك لحد عزيز على قلبي قوي. سكت شويه وبعدين بدا يوصفه من غير ولا كلمه منه، هو قاعد في وسط زهور وحيره من اللي بيسمعه ومش مصدق بيوصف صاحبه بالتفصيل وكل الاعراض اللي بتظهر عليه، والقلق والتوتر والحيره وعدم الثقه بالنفس والاخرين وحالات الاغماء اللي بيتعرض ليها من غير اي سبب منطقي. وكانت الصدمه اللي اول مره كان يعرفها في حياته ان ممكن حد يأذي حد علشان فلوسه بس. طلع الشخص اللي راح له في الاول علشان خاطر يجيب فلوس باي شكل، كان بيستغل اللي معاه اسوأ وابشع استغلال ممكن تشوفه في الدنيا، ابشع الطرق والاساليب اللي ممكن تتخيلها في حياتك كان بيستخدمها، كان ممكن يعمل عمل على هيئه امراض مزمنه بكل اعراضها اللي نعرفها. كانت صدمه كبيره فعلا لما تلاقي ناس بتتاجر بالبشر وحالتهم النفسيه وبتستغل الثقه فيهم ابشع صوره من صور الاستغلال ممكن تشوفها في الدنيا دي. ممكن تتفق او تختلف معايا، ده حقك اكيد طبعا يعني، بس لازم تعرف ان في ناس بتستغلك وانت مفكر انهم بيساعدوك، ممكن فعلا مصدر الاذيه والضرر اللي بيهدم حياتك وبيدمرها يكون مصدره اقرب الناس بالنسبه ليك، اكتر حد ممكن تثق فيه هو اكتر حد ممكن يكون مصدر اذيتك، وده اللي حصل فعلا لصاحبنا انه وثق في الشخص الغلط اللي استغله اسوأ استغلال علشان خاطر مجرد فلوس ملهاش لازمه ولا قيمه.
لما يكون مصدر الفلوس دي هي ألم الآخرين وأذيتهم، سواء بتتفق معايا على وجود الناس اللي بتأذي من أجل فلوس أو أي سبب كان، أو شايف إن كل ده مجرد وهم ملوش أي أساس من الواقع، حابب أعرف رأيك أكيد، ولو في دليل أتمنى إنك تعرضه علينا ونتناقش فيه. وكل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وزي ما احنا متعودين بحب أشوف تعليقاتكم ونتناقش مع بعض، ولو في حاجة معينة حابب إننا نتكلم فيها أتمنى تقولولي عليها في الكومنتات، وما تنساش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم وتعرفوا رأيهم في اللي احنا اتكلمنا فيه. أنا محمد أسامة، أتمنى أشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.